من خلال وجودنا في هذا المهرجان خلال يومين واليوم الختام يعتبر. طبعا استقبلنا اخوان كثيرين من جمهورية مصر العربية وخاصة من أسوان، حيث عرفنا أن أسوان بها أكثر من 3 ملايين نخلة وتنتج أصناف جيدة، وسعدنا بالتعرف على مزارعين ومنتجين وأصحاب مزارع والأصناف التي تم عرضها. محافظة أسوان النهاردة في 3 أيام دولة كانت عروسة، إن استفادت من الناس اللي جات من الدول الخارجية والمحافظات الأخرى، سواء من سيوة أو من سيناء أو مثلا من الوادي الجديد أو داخل المراكز المحافظة أو محافظة الأقصر، يعني مشان ما ننساش حد من جميع الوفود اللي شرفت محافظة أسوان، فده كان حدث غير عادي لمحافظة أسوان، ونتمنى أن نحافظ عليه ويكرر العام القادم إن شاء الله. المهرجان اليوم خلال 3 أيام كان هو فرصة كبيرة لتطوير صناعة التمور في محافظة أسوان، وكمان متواجد شركات التي توفر خطوط إنتاج التمور وتحسين القيمة المضافة للبلح الأسواني. وحقيقة المهرجان كان جميل جدا جدا وكان مميز شديد، لكن المميز أكثر إنه السودان شارك في هذا المهرجان بمعرض كامل متكامل للتمور وللمنتجات السودانية، زي الروائح، زي الخمر السودانية، زي الأعمال اليدوية وبعض الحرف اللي هي ممكن تكون مميزة جدا. مشاركتي عبارة عن تمور صناعية من الإزبداج، وبصنع منه أنواع مختلفة من التمور، وبخص التمور الأسوانية، بركز على التمور الأسوانية. الجمعية مشاركة بعدد 3 أجنحة، عندنا أنواع التمور المختلفة، عندنا العجوة، عندنا مسحوق البلح. المهرجان فكرة يعني كويسة لتنشيط الحركة السياحية في مصر، وأيضا حركة الاستثمار والتنمية، حيث أن محصول النخيل من المحاصيل الهامة تتميز بها منطقة الصعيد خاصة، ويعني الصعيد عموما وأسوان خاصة، حيث تحتوي أسوان على حوالي 3.2 مليون نخلة. فهذا المهرجان يعني أحدث نوع من الحراك الثقافي والفكري والسياحي. سعيدين جدا بمشاركتنا في مهرجان الدولي السادس للتمور والذي نظم في مدينة أسوان. سعيدين في المنظمة بالمشاركة في هذا الحدث واليوم الثالث والأخير لهذه المناسبة، ويعني تشرفنا بالعروض المختلفة التي قدمت من المنتجين والمصنعين، والمشاركة الكبيرة جدا من الجهات المختلفة بما فيها الجمعيات المحلية والمنظمات والشركات والقطاع الخاص.